جاهز؟ جاهز. ده أول سكريبت ما تكونش كاتبه كله ومش عارف المشهد الجاي هيكون فيه إيه. هنا مفيش تمثيلية ولا سيناريست خالص. ربنا هنا فيه اللي بعده. ما أنا ما كنتش عايز أجي. اللي جايبك النهاردة؟ الناقد طارق الشناوي بيقول إن الفنان توفيق عبد الحميد مضى على عقد مسلسل يوتيرن قبل ما يقرا دوره وقبل ما أيمن سلامة يتمم كتابة المسلسل. إيه رأيك على الكلام ده؟ كلام مظبوط. هو بيبقى قعد معايا الأستاذ توفيق، قرا الملخص، قرا المعالجة، قرا تتابع للحلقات، ثم قرأ أول حوالي 15 حلقة قبل ما ندخل نصور، وعارف ال 15 حلقة التانيين رايحين إزاي ودوره، وبنتناقش بشكل يعني يومي عبر التليفون. لكن هو الأستاذ طارق عارف منين إن قرار الفنان توفيق عبد الحميد ده بناء على حاجة زي كده؟ يعني ليه بيحملني المسؤولية؟ هل الأستاذ توفيق قال له الكلام ده ولا هو استنتاج عند الأستاذ طارق؟ مش عارف بالظبط كده. الأستاذ توفيق يعني هو ناقد كبير وعنده معلوماته أكيد. المعلومات اللي عندي الحقيقية الغير قابلة للمناقشة أن الأستاذ توفيق عبد الحميد كان بيمر بحالة صحية سيئة، وإحنا ظروف الشغل خلال الفترة ديت بيبقى صعب جدا في رمضان، وإحنا قسينا عليه في ساعات العمل، وهو فنان ملتزم فبيبقى بيحضر في مواعيده، بيذاكر مشاهده، في ظل بقى الأجواء الرمضانية بتاعة التصوير وعلى الهوا وبنجري والمونتاج، فبيبقى في ضغط عليه صحي. فبناء على كده وهو قال الكلام ده، والغريب إن هو بيقول الكلام ده والناس عمالة تفسر كلامه تفسيرات خاطئة، كل واحد على هواه، كل واحد بيقول لا أصل مش عارف مين تدخلت، أصل النجمة تدخلت. النجمة ما تدخلتش إطلاقا، بالعكس احنا شغالين النجمة ريهام حجاج يعني يشهد الله على ذلك، وأنا بقول شهادة أمام الله إن ريهام حجاج لم تتدخل لا في كتابة ولا في إخراج. بس هو الأستاذ توفيق عبد الحميد كتب بوست وقال إنه ريهام حجاج ملهاش علاقة. بالظبط بالظبط، يعني هو رد على ولا أحد جوه المسلسل، وانا لظروفي الصحيه. الناس بقى بتفتي بقى وكل واحد بيقول كلام. هو لما خد القرار ده هو خده علشان ظروفه. هو من الاول خالص كل فتره يقول لي انا بفكر ان المسلسل ده يبقى اخر مسلسل لان انا مش قادر اتاقلم. هو راجع بعد 12 سنه، ظروف العمل اختلفت، هو برضه بقاله كتير جدا بعيد عن الاضواء. بالزبط. وعن الشغل، فممكن يكون يعني انا بقول على شرحه هو، على كلامه، على فكره، يعني الكلام اللي نزله وقاله ممكن يكون هو تعب فمش هيقدر يكرر التجربة دي تاني. هو ده يعني هو دي الحقيقة، دي الحقيقة. ولكن أنا دايما لما بيتكلم معايا كده أقول له إيه، طب إيه ده شوية وهتتراجع، وأنا واثق ثقة عمياء كده إن هو بعد شوية هيتراجع تاني على كذا. أكيد المسلسل خد منه جهد كبير، ممكن يريح بس ما يعتزلش خالص يعني. جدا، وأنا بعتقد إن ده اللي هيحصل يعني. لكن الكلام اللي كتبه أو هو ممكن يكون خانه التوفيق في الوقت، وبناء على ذلك فسر تفاسير كتير جدا. لكن كل عشان كده أنا كذبت ده فورا وطلعت على صفحتي وقلت إن ده مش حقيقي، مفيش حد تدخل ولا حد يعني غير. فعلا انت بتؤكد وبتجزم انه مفيش التكهنات، مفيش الكلام ده. في فنانه واعيه، فنانه عارفه دورها كويس جدا وعارفه هي بتشتغل مع مؤلف اسمه ايه ومع مخرج اسمه ايه. ومين اللي اختار الاستاذ توفيق عبد الحميد انه يشارك في هذا المسلسل؟ المنتج جمال العدل، المخرج سامح عبد العزيز، انا ريهام، واحنا قاعدين مع بعض واحنا بنقرا اول الحلقات اتفقنا ان انسب حد لاداء هذا الدور كان هو في ترحيب جماعي يعني. جدا، انا اقسم لك بالله ان ريهام حجاج لا تعلم مكان المونتاج فين، تعرفش اي حاجه، هي بتمثل دورها تمام، بتذاكر دورها، ممثله جايبه المره دي. في مخرج كبير اسمه سامح عبد العزيز هو اللي بيخرج، في منتج كبير اسمه جمال العدل هو اللي بينتج، في مؤلف اسمه ايمن سلامه بيكتب، وهي عارفه كويس الناس دول أمناء عليها، والناس دول بيعملوا لها أفضل شيء تمام،
وبالتالي هي بتأدي دورها كممثلة. طيب. لكن لم تتدخل هي لا في مونتاج ولا في شيل أسامي ولا حط أسامي. ومعلش أنا آسف يعني هتتدخل في ليه؟ يعني إيه اللي هيضرها إنه تحط اسم دي ولا ما تحطش اسم دي ليه؟